سلام، شلونكم؟ اخيرا جاء الوقت اني اتكلم عن شلون اصور يوميا. مثل ما شفتوا بالانستغرام عندي اخر سفره للسعوديه، رحنا فيها بحر، رحنا فيها جبال، رحنا فيها مدن، رحنا فيها كل مكان طبيعه، شفنا اشياء كثيره. التصوير يختلف من مكان الى مكان. خلوني اوريكم الاعدادات بالضبط شنو استخدمت، واغلب تصويري 99% منه كله بالايفون، فكل لقطه راح احط لكم اياها، راح احط لكم اعدادات الفيديو اللي انا صورتها فيه، وراح اعلمكم شنو معنى هذه الاعدادات وشلون تغيرونها. هذا واحد. اثنين، اذا شفتوا اللقطات مثلا الاماكن اللي انا حاطها راح احط لكم بعد اسم المكان عشان اذا تروحون تصورونه نفس الطريقه. الايفون ممكن يوصلكم اي مكان تبون، فالايفون هو الكاميرا الاولى اللي تاخذونها معاكم كل مكان، لان الحين الحياه صارت جدا سريعه. لما تستخدمون كاميراتكم، يعني انا استخدمهم حق شغلي، حق مثلا موقعي الرسمي او تصوير مطاعم او تصوير شركات، اني انا اعطيهم ابيع لهم الصور. فاذا تبون شغلكم يكون حق الانستغرام وتنزلون فيديوهات يوميه بشكل سريع، نفس اللي قاعد تشوفون الفيديوهات الاخيره، يعني قاعد توصل الى عدد من الناس كبير جدا. قبل المشاهدات عندي توصل مثلا خلينا نقول 30,000 40,000، الحين كلهم على 200 500,000 600,000 مليون 4 مليون 3 مليون مليون. عرفتوا القصد؟ القصد ان التليفون سرع الامور. قبل كانت كاميرا وتاخذ 3 ايام عشان اشتغل وكذي، الحين كل شيء صار سهل مع الايفون. فخلوني اوريكم شنو افضل الطرق اللي نصور فيها، وشنو اسهل الطرق اللي نصور فيها، وشنو الاعدادات حق البحر وحق الجبال وحق كل شيء. نبدا، ليتس جو. في هذا الفيديو راح نتعرف على اماكن خياليه بالسعوديه، 3 ليالي في جده، و3 ليالي في الطايف، ليله في الباحه، و3 ليالي في ابها. راح نشوف بهذا الفيديو المطاعم اللي رحنا لها، الأماكن اللي رحنا لها، الفنادق اللي سكننا فيها، وأكيد بعض المناظر الخيالية بالدرب. قبل لا نبدأ لازم نوضح بعض النقاط. هذا فيديو مصوره بالآيفون، أي فيديو عندكم أو صورة لو تروحون لها وتسحبون الشاشة فوق راح تطلع لكم هذه المعلومات. المعلومات مثل ما قاعد تشوفون على اليسار مكتوب 4K، وبعدين حاطين لكم ال 4K كم ارقامه، يعني هذا شغله مو مهمه، انتم اهم شيء عندكم انه يكون 4K. وتحت مكتوب على اليسار مثل ما قاعد تشوفون 59، اللي هي 60 فريم بالثانيه. هذه النقاط المهمه، انا اصور 60 فريم بالثانيه او 30 فريم بالثانيه، هذول افضل طريقتين اصور فيهم. الحين خلينا نتجه واوريكم طريقه شلون نغير بين هذه الشغلتين. اوكي، اول شيء تروحون للكاميرا من داخل الاعدادات، اول شيء نضغط عليه اللي هي الفورمات. تشوفون هذه شكل الفورمات عندي، او هذا شكل الفورمات عندي. ثاني شيء ريكورد فيديو، انتم اتوقع اغلبكم راح يكون مسكر هذه الخاصيه. هذه الخاصيه شنو تسوي؟ لما نضغط عليها راح يفتح لنا شيء مكتوب عنده مثل ما قاعد تشوفون كلمه بال. هذه الاشياء مثلا لو احطها على 4K مع 25 فريم بير سكند شنو يسوي؟ هذا لما تصورون بالليل مثل ما قاعد تشوفون الفيديو، اذا صورته بالليل والليتات قاعد تغبش، اذا طقيته على هذه خلاص تروح، يعني تصير الليتات طبيعيه جدا. فهذا جدا مهم انه يكون معاكم تليفونكم عشان اذا صورته بالليل مطاعم او اكل او شيء ما تهتز معاكم الاضاءه. ودائما اخليه مثلا 60. عيب ال 60 انه ممكن ياخذ شيء كبير، يعني مساحه كبيره من التليفون، بس يطلع لكم افضل فيديو في وجهه نظري. طبعا الاتش دي ار مثل ما قاعد تشوفون لازم تسكرونه، هذه نقطه جدا مهمه. بس الاعدادات الباقي لازم تسوون مثل ما قاعد تشوفون هنا، تقدرون تكبشرونها وتسوون نفسها بالضبط، راح تطلع معاكم اعدادات نفس الفيديوهات اللي صورناهم في السعوديه. وصلنا مطار جده الجميل. اول شيء سويناه رحنا شرينا سيم كارد اللي هو خط انترنت من اس تي سي، وبعدها استلمنا السياره من شركه المفتاح. طبعا احلى شيء سويناه انه خلينا سياره كبيره او جيب اللي هو التاهو. طبعا يفضل انكم تاخذون سيارات كبيره لان راح تنزلون من اماكن اوف رود يسمونها، اللي هو مو شارع، راح يكون في تراب ودبايات واشياء كذي، فانصحكم جيب. لما ادخل غرفه مثلا او مطعم او اوتيل او شيء معين دائما استخدم الوايد لينس مثل ما قاعد تشوفون. طبعا اول شيء سويناه رحنا كلينا من شنو؟ البيك. لازم، هذا شيء مهم واساسي. كنا حاجزين رحله اليوم الثاني الساعه 6 الصبح من المارينا، حجزنا رحلة إلى جزيرة بياضة. الجزيرة جدا عجيبة، طبعا ما فيها تراب، فراح تكونون كل الوقت على القارب نفسه أو تنزلون تتسبحون. العمق تقريبا متر، فراح تستمتعون جدا. بس لا تنسون أن تطلبون من الشركة نفسها يوفرون لكم أكل، أو أنتوا تشترون الأكل قبل لا تروحون الرحلة. تشوفون الطريقة هذه، هذه أفضل طريقة أصور فيها تحت البحر. الحين أوريكم النتيجة.
تصورون بهذا الشكل، تدخلون بس نص التليفون راح تشوفون جمال مو طبيعي. ولا تخافون إذا دخل الماي فوق بالسماعات أو بمكان الشحن، تقدرون تسوونه بهذه الطريقة. بعدين تنفخون من تحت بقوة شوي، وبعدين طقون التليفون بهذه الطريقة، وبكذي رجع التليفون طبيعي. طبعا بعدها كنا جواعة، رحنا تغدينا في هذا المطعم اللذيذ، هذا اسمه. وبعدها اتجهنا إلى البلد. البلد عجبتني بشكل جدا كبير، لأن مباني خيالية مثل ما قاعد تشوفون، والأشجار والأجواء العجيبة. وهم خذينا قهوة في هذا الكافيه، أنصحكم فيه. وتمشينا زيادة في البلد، ضعنا شوي بس عجيبة صدق. وبعدها رحنا لهذا المتحف الخيالي، تعرفنا أكثر على تاريخ الإسلامي والتاريخ العربي. شيء حد جميل صراحة، وفي قطع وأشياء مجمعينها داخل هذا المتحف راح تفيدكم جدا. بعدها اتجهنا إلى نادي اليخوت، كانت الأجواء فيه خيالية. وطبعا المطاعم، تغدينا في مطعم لبناني، الأكل كان جدا لذيذ. وبعدها اتجهنا إلى اليخت اللي حجزناه لمدة 6 ساعات عشان نشوف غروب الشمس. حجزنا هذا اليخت الخيالي ليش؟ لأن شكله أول شيء عجيب. طبعا سعره، سألناهم عن السعر، 5.5 مليون تقريبا ريال سعودي. الحلو فيه إنه في حمام، حد عجيب صراحة، كل شيء 5 ستار. واللي صدمني أكثر إنه كل شيء مسوينه هني بالإيد. تخيلوا كل شيء قاعد تشوفون، التفاصيل هذه الصغيرة كلها مسوينها بالإيد، وتفاصيله خيالية. الحلو فيه إن سعره تقريبا 17,000 أو 19,000 باليوم. أدري السعر كبير، بس تقدرون تحجزونه على 6-7 أشخاص 8 أشخاص، فكل واحد يدفع 1,000 أو 2,000، راح يصير السعر ممتاز. وطبعا تقدرون تسألونهم إذا تبون معه أكل أو لا. وهذه الأجواء بالليل في نادي اليخوت. وطبعا الرحلة ما تصير جدة إلا ما رحت وشفت النافورة الخيالية، ما شاء الله جدا 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 طويلة. وبعدها رحنا تمشينا في أتيليه لافي، المكان جدا جميل، مجمع خارجي، تقدرون تتمشون في محلات ومطاعم وقهاوي. الأجواء كانت جدا عجيبة، والإضاءة بالليل خيالية. المهم وقفنا عند هذا المطعم الياباني، شكله عجيب والديزاين عجيب، والأكل كان جدا لذيذ، بس كان جدا 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 غالي. فكيفكم يعني تجربون الأكل لذيذ بس غالي. قعدنا اليوم الثاني ومرينا هذه القهوة لأنها بالدرب إلى الطايف، فخذينا قهوتنا قبل أن نطلع من جدة، ورحنا للطايف تقريبا 2.5 ساعات، وبالدرب شفنا هذا الجمال. طبعا سكننا في هذا الأوتيل اسمه رماج أو ريماج. طبعا الأوتيل خيالي، موقعه خيالي، كل شيء، السيرفس عندهم عجيب، والغرف جدا جدا شرحة. وطبعا أول شيء سويناه رحنا حق هذا المطعم لأنه قريب من الأوتيل، وتقييمه جدا عالي، وأكلهم كان جدا لذيذ. وقفنا بالدرب عشان ناخذ لنا شاي ونشوف الطبيعة الخيالية هي. فخار يوصل لكم كذي بهذا الشكل، يحط لنا هناك كرك حرة عشان ما ينكسر. عاش، شوف الجمال. أيوة شكرا. يا الله مع الطبيعة. وصلنا لهذا المكان يسمونه نهاية العالم، شيء عجيب، وشفنا غروب الشمس الخيالية، واستمتعنا بالجو العظيم. أنصحكم تروحون له، بس دير بالكم ولا تأخذون معاكم الأطفال. وبعدها اتجهنا إلى مزرعة بنم شهيب، حدها عجيبة صراحة، شوفوا معاي الأجواء الخيالية. طبعا إذا كنت بأماكن فيها خضرة وفيها حركة، دائما أوسع العدسة أو أختار زوم عشان تطلع لي تفاصيل أكثر، بس الفريمات تكون 60 عشان تشوفون النعومة بالفيديو. في عندهم مثل ما قاعد تشوفون قعدات هني، الحين بوريكم بين الطبيعة الخيالية هذه، صوت الهواء والطيور. شوف تري قعدات. نقطة مهمة هني، كل ما وسعت العدسة كل ما صارت الهزة بالفيديو أخف، فحاولوا تجربون. النار والقعدة العجيبة هذه، شبوا لكم هني الفحم. هذه الإعدادات اللي أستخدمها للفيديو والكاميرا، مثل ما قاعد تشوفون شغلوها عندكم. شوفوا الجلسات العجيبة هذه، خيال، أجواء رهيبة هني ما شاء الله. الغيوم، جو عجيب ها.
وهني تعرفنا على أيمن. أيمن هو ولد صاحب هذه المزرعة، وأيمن هذا شخص جدا 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 خيالي صج، لأنه ودانا بعدها كل الأماكن الموجودة في الطائف. شوف الفرق، شوف الجمال ما شاء الله، شوف كبر الحبة. طبعا هذا بلدي، شوف بلدي يا ولدي ما شاء الله. لازم تصور المحتوى ما شاء الله يا الطعم. أدخل أدخل دوني ما كلمك. لا تحاتي، احنا مجربين كل شيء. كيف الطعم؟ ما شاء الله. ليش حاطين هذا الورد الطائفي؟ بس انتهى الموسم. بس انتهى موسمه. تفتح النفس صباحا. الله يبقيك. عشت. بعدها رحنا وجربنا التلفريك. التلفريك والاجواء والمناظر اللي شفناها شيء خيالي. مثل ما قاعد تشوفون تحت في نفس الألعاب المائية وفي نفس القرية الجميلة جدا. مثل ما قاعد تشوفون هني داخلها في محلات تسوق، للأسف كانوا بعضهم مسكرين بالوقت اللي أنا كنت فيه، بس المكان يسوى إنكم تنزلون وتستانسون وبعدين ترجعون تصعدون فوق. الأمير الله يحييك. يلا حيو واصلين عند هذا المطعم اليوم. بعدها أيمن خذانا إلى هذا المكان اسمه ملة، عجيب جدا مثل ما قاعد تشوفون، تصميم خيالي والقعدات ما شاء الله فوق وتحت وداخل وبرة، الأجواء عجيبة والسويت أو الأشياء الحلوة اللي عندهم لذيذة. اليوم اللي بعده أيمن قال لنا راح يودينا الواحد من الشلالات الموجودة، وهذا الشلال كان أسطوري جدا 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 جميل. شوفوا معاي اللقطات اللي صورتهم في هذا المكان. نقطة حلوة لازم تعرفونها هني، لما تصورون طبيعة لازم تتحركون جدا خفيف، لأن الطبيعة بروحها هي تتحرك إذا في ماي أو شيء. شوف الحركة شلون تكون جدا بسيطة تساعدكم أن الشيء اللي وراكم هو يتحرك. عادة تشوفوني مثبت العدسة مثلا أو التليفون بشكل جدا بسيط، حاول تقلل الحركة عشان تقلل الهزة، لأن شوف الأشياء هي اللي قدامك هي اللي تتحرك. عند الشلال نفس ما قلت لكم كبرت العدسة ووسعتها عشان أخذ أكثر شيء ممكن من الطبيعة. دائما تستخدمون هذه الحركة أفضل لكم، وتمشون على الخفيف عشان الأشياء نفسها تطلع بجمالية أكثر، عشان ما تصير في هزة بالتليفون نفسه. طبعا هذا الشلال في منطقة اسمها الشفة، كانت جدا 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 جميلة. فأول ما خلصنا من الشلال قال أيمن خلوني أوديكم إلى الجبال فوق ونشوف المناظر، وطبعا نمر عند الشباب الطيبين هذول وكلينا عندهم ذرة وشرينا منهم شاي ومشينا وكملنا دربنا إلى الجبال. شوفوا المناظر الخيالية. وبعدها وصلتنا دعوة من العجيب بندر أبو حازم، توا فاتح مطعمه الجديد. ما شاء الله الأجواء خيالية والمناظر والقعدة والتصميم والأكل كان جدا لذيذ. هذا اسم المطعم، لازم تزورونه. واليوم الثاني خلصت رحلتنا في الطائف واتجهنا إلى الباحة. الباحة للأسف كان عندي يوم واحد، ففي بعض الأماكن كنت أبي أزورها نفس القلاع القديمة، وطبعا كل شوي نوقف ونشوف هذه المناظر الخيالية. انصدمت جمال السعودية. شوفوا الجمال يا جماعة، شوفوا الطبيعة الخيالية، كل مكان ما شاء الله الخضار. الموقع هذا مثل ما قاعد تشوفون يعني حيل ذكرني بايسلند. ادري ناس واجد راح يصدمون بس حيل ايسلند. هذا فندقنا في الباحة. الفندق كان حده عجيب صراحة وموقعه خيالي. اول شيء سويناه رحنا كلينا شاورما من فاموس، وكان ودنا نروح نشوف الشلالات بس كان جدا جدا زحمة ومسكرين الشوارع اللي هما الدوريات، فطلعنا ورحنا حق المكان اللي انا جاي عشانه. القلعة هذه جدا جميلة مثل ما قاعد تشوفون، تصميمها خيالي. طبعا في حديقة وفي مطاعم وأشياء كثيرة، بس جيناها بوقت كان مسكر عشان أشوف الإضاءة بالليل. مثل ما قاعد تشوفون تصميمها رهيب، وأنا أحب الأشياء اللي كذي، يعني أتمنى يكون بيتي يطل على هذا الشيء أو هو يكون بيتي، طبعا بالحلم بس هذا اللي أحبه.
بعدها اتجهنا الى اخر منطقة اللي هي ابها. ما شاء الله الجو حد عجيب. وقفنا عند القرى قديمة خيالية، ما ادري اذا مسموح نمشي هني ولا لا، بس بوريكم بعد شوي. اتوقع هي عادي. شوف شوف بهذه اللحظة خليت العدسة كبيرة. ليش؟ لأنه راح تحرك واجد، فلما تخلون العدسة كبيرة أو واسعة راح تصير الهزة أخف، ولا لو أحطها الحين على رقم واحد مثلا أو ثلاثة زوم راح تصير صعب جدا. فلما أرجعها إلى واحد شنو أسوي؟ أحرك التليفون بشكل جدا جدا بسيط. وصلنا أبها، ما شاء الله الطبيعة خيالية، كلينا أشياء وشفنا طبيعة وقصور ودنيا وسيارات بغت تدعمنا وشيء رهيب. أول ما وصلت هني ما خفت أني أغير بالعدسة، عادة أضغط 0.5 مثلا أو 1 أو 3. تشوفون هني ضغط 3 عشان يزيد يوريني شنو داخل. لما أصورها مثلا ضغطت على 1، لما أغير الزاوية مثلا كذي أضغط على 3 يعني. فلا تخافون من انكم تجربون اشياء جديده، واضغطوا وزيدوا، اذا خرب الفيديو عيدوه من جديد. شوفوا يا جماعه اكلنا من هني تونا، المحل اللي وريتكم اياه مع الاطلاله الاسطوريه، ما شاء الله شيء خيالي خيالي. حياكم جمال السعودية، الشاي رهيب والمنظر خيالي. شنو قاعد ناكل حسين؟ ما ادري، خبزة كذي داخلها شيء. شوفوا وين الكاميرا، شغل عجيب صراحة. ماكو شغل بالدبان واخي، شوفوا عادي عجيبة. فيها زعتر ولبنة او زعتر وجبن، هذين نوعين بس. ايش رايكم؟ واو شوف الشارع، تشوفون تحت. واو بعد ما كلينا واستمتعنا بالمناظر الخيالية اتجهنا الى ابها، بس وقفنا عند هذا الكافيه او المتحف. المتحف هذا جدا جميل، والقهوة او المقهى الموجود برا خيالي، والقعدات رهيبة بس كان شوي برد. المهم هذا الكافيه من داخل، شوف التصميم الخيالي داخل هذه القلعة التاريخية. ونقطة مهمة جدا، ان بين فترة وثانية تصفطون عند البنزين او محطة البنزين وتسألون شخص يقدر يشيك لكم على التواير عشان ما تتوهقون بالنزلات والصعدات، ودائما عبوا سيارتكم فل. هذه غرفتنا، سريرين عجيبة. الحمام نظيف وعجيب. صعدنا اوتيلنا فوق، عندهم مطعم واطلالة خيالية على كل ابها. بعدها طلعنا نتمشى لأن الجو كان خيالي مثل ما قاعد تشوفون، وأبها مو طبيعية ما شاء الله. المناظر الطبيعية والجو كان خيالي، وبأي مكان توقفون تقدرون تشوفون هذه المناظر الرهيبة. فاليوم قررنا ناخذ أصعب درب اللي هو درب رجال المع. الدرب هذا جدا 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 صعب، إذا ما تعرف تسوق خل أحد يوصلك تحت، لأنه أنا شخصيا جازفت ورحت بهذا الدرب بس كان جدا جدا صعب. الحمد لله أعرف أسوق، ففي ناس كانوا متوهقين وصفطوا على اليمين، في سيارات وقفت لأن البريك ممكن يحر السيارة أو يصير شيء خلل بالسيارة، فدير بالكم من هذه النزلة. أول ما نزلنا شفنا الطبيعة الرهيبة، صدق تختلف تماما عن اللي شفناه فوق. طبعا كالعادة نوقف على اليمين ونشوف المناظر الخيالية، ما شاء الله جنة. واللي حلاها بعد ما شاء الله طق علينا مطر جدا قوي، والاجواء كانت خيالية ما شاء الله. خيال ها؟ هاواي. واخيرا وصلنا متحف رجال المع، من اجمل الاماكن الموجوده بالسعوديه، وحيل انصحكم تزورونه. للاسف ما كان في ناس، بس كنت متوقع هالشيء لانه ما شاء الله الجو كان مطر وهواء وكذي، بس استمتعنا بروحنا وصورنا اللي نبي. شوف الجمال. لو تلاحظون الصور الصغيره اللي قاعده تطلع لكم السوداء، هذه الاعدادات اللي انا استخدمتها لكل لقطه. تشوفون شلون يختلف من 1 الى 3 الى 0.5، راح يطلع لكم كل الاشياء، ولازم تغيرون بفتره والثانيه.
دخلنا الحين ناخذ تذاكر. كم تذكرة؟ 20 ريال. 20 ريال ها؟ اوكي ابي ثنتين لو سمحت. دخلنا. شوف الجمال. جايين المتحف. الله الباب الاصفر. هذا المتحف. طلعنا من المتحف ورحنا حق واحدة من القهاوي الموجودة بنص الطبيعة، وبنفس الوقت رحنا حق كوخ يسمونه كوخ العسل. هذا المكان عجيب جدا، تقدرون تجربون فيه العسل والقعدات والمناظر من فوق. هذا كارفور، اسمه كارفور. قعدنا تقريبا نص يوم او يوم كامل في رجال المع، فصعدنا فوق قبل لا تغيب الشمس. هني الساعة تقريبا 6 وشي، فصعدنا عشان نروح نتعشى، ورحنا لهذا الممشى الجميل جدا. مثل ما قاعد تشوفون في مطاعم واجد مطلة على مناظر جميلة جدا اذا جيتوا بوقت غير الليل، لان بالليل بس تشوفون شوارع يعني ظلمة شوي، بس المكان جدا جميل للتمشي وللاكل. وتعشينا في هذا المطعم، الاجواء كانت جدا عجيبة وطريقتهم جدا راقية. بعدها خذينا السيارة ورحنا لهذا الموقع عشان نشوف أبها من فوق بالليل. مثل ما قاعد تشوفون منظر خيالي. اليوم الثاني قمنا وتريقنا من هذا المطعم، أنصحكم فيه لأن أكلهم لذيذ بعد. وبعدها صعدنا فوق ونشوف عشان نشوف بعض المناظر الخيالية في هذه المواقع. راح أحط لكم إياها هني، تقدرون تشوفونها، تحطونها في جوجل ماب وراح توديكم إلى هذه المواقع، تقدرون تشوفون فيها أبها بشكل جدا جميل. لما تصورون طبيعة نفس ما قاعد تشوفون اللقطة اللي قدامكم، قاعد أمشي جدا خفيف ولازم أدخل بين أشياء معينة مثلا حديد أو شجر أو أي شيء، وأصور على البطيء. مثل ما قاعد تشوفون حيل خفيف، لأن في أشياء واجد الناس ممكن يشوفونها، فلازم تخففون شوي. استمتعنا بالجبال طبعا، وبعدها نزلنا إلى مكان اسمه المدينة العالية. تصاميم المباني فيها خيالية والمناظر عجيبة، بس للأسف كان أغلب المطاعم مسكرين. بعدها رحنا تغدينا في هذا المطعم. أول شيء تصميمه عجيب، شرح جدا، وتعليقات الناس عليه جدا جدا ممتازة. فتغدينا في أكل لبناني، أنا طلبت برياني أصلا لأنه كان عندهم برياني، عندهم كل الاختيارات طبعا، فاخترنا هذا الأكل اللي قاعد تشوفونه جدا لذيذ وأنصح فيه. وخلصت رحلتنا في السعودية الجميلة جدا، وأكيد لنا زيارة ثانية قريب. أهم شيء ارسلوا الفيديو حق الناس اللي بيروحون السعودية، ولا تنسون اللايك والسبسكرايب وكل شيء مكتوب لكم تحت.